الناس اللي بغينا نقسم الوزن خص هنا في رمضان راه لجينا نشوف نكونوا واقعيين، راه ربما داكشي اللي ما كناكلوش في النهار كناكلو اكثر منه في الليل، وهذا راه زعما مشكل كيطرح. انه الحميه ماشي هي تكون في النهار، خاص حتى الليل تكون الماكله تكون شويه ناقصه، لانه جسم الانسان كيحتاج مثلا عند الانسان اللي هو عادي 2200 حتى 2400 سعره حراريه. لحتى المأكولات اللي كناكلو راه كان بعض المرات كنوصلو حتى 3000 حتى 3400 ولا 4000 سعره حراريه. داك اللي غيستهلك الجسم راه غيستهلكها، واللي كيبقى شيط راه تيولي مخزون كدهنيات.